والله ان الامام الحسين مظلوم. على مر التاريخ يظلم، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى للإمام الحسين إلا التألق. يأبى الله لشعائر الإمام الحسين إلا التألق. يأبى الله لاسم الإمام الحسين الشريف المقدس الأقدس إلا الانتشار. قال منظر التطبير بشع، مع قطع النظر عن مضمون هذا الكلام، ومع قطع النظر عما يقصد من هذا الكلام. نعم بالفعل منظره بشع، لكن هذه البشاعة هي بسبب أن هذه الشعيرة تحكي واقعا بشعا. هذه الشعيرة تصور واقع عاشوراء، واقع عاشوراء كان واقعا بشعا بما للكلمة من معنى، بل لا يمكن أن يتصور الإنسان بشاعة أكثر مما حدث في عاشوراء. فنان فرضا يريد أن يرسم لوحة عن عاشوراء، ما الذي يرسمها؟ يرسم أنهار وطيور تغني ووجوه مبتسمة وجمال. إذا أراد أن يرسم فنان رسم عن عاشوراء، الرسم يكون بشعا جدا، أيدي مقطعة، رؤوس مرفوعة، نساء مذعورات، خيام محترقة. هذا المنظر منظر جميل أم منظر بشع؟ بشع. فكأن صوتا للحسين يحيطنا، هذه الجنان لمن أقام عزائيا. ستضيق يوما في القبور صدورها إلا التي لطمت ليوم مصابيا. شعيرة التطبير ليست هي آلم شعيرة من الشعائر الحسينية، آلم ألما جسميا، لا توجد شعائر آلم، ولكن حكايتها لواقع عاشوراء أقوى شيء يتصور، أكثر من هذا لا يتصور. أنك تبين واقع عاشوراء، طبول وصنوج وأصوات الحرب موجودة، سيوف لا سيوف اصطناعية، لا سيوف غير حادة، لا سيوف سيوف محددة، دماء واقعية لا أصباغ،
رؤوس مجروحة، دماء مغطية للوجوه، محاسن تتقاطر بالدماء. هذا المظهر أقرب ما يكون إلى حكاية واقع عاشوراء من بقية الشعائر الحسينية. هذا جنون العاشقين لعترة نبوية علوية متسامية. هذه عقيدة من تعلق بالهبة، لا من تعلق بالحبال البالية. نمضي بأحضان السفينة خلصا والغير غرقا لن نكون سواسية. القضايا لا توزن بالمنظر دائما. الجهاد في سبيل الله شيء حسن أم لا؟ شيء حسن، واجب أحيانا، ليس حسنا، هو حسن جدا، ضرورة. إذا اعتدى معتدي عليك أنت تجاهده، تقاتله، تدفع ظلمه، هذا شيء حسن؟ نعم حسن، بل واجب أحيانا. ولكن منظر الجهاد في سبيل الله منظر جميل؟ لا، المنظر بشع. لا يوزن كل شيء بالمنظر، منظر بعض الأشياء جدا جدا قبيح، جدا جدا غير لطيف، ولكن هذا الشيء الذي هو قبيح المنظر جدا يكون عظيما جدا كالجهاد. مثاله الواضح الجهاد. وعلى الصراط تمر دون تعثر أقدام من كانت لصرفك ماشيا. وتضج نورا بالنداء قلوبنا، زهراويا زهراو أنت الباقية. في الحشر تلقطنا كحبة حنطة وتردنا لمناصب متعالية. أقرب ما يكون العبد إلى الله سبحانه وتعالى في الحالات المختلفة للإنسان هي في حالة السجد، في حالة السجدة كما في الرواية الشريفة. بعد قراءة زيارة عاشوراء، نهاية الزيارة الإنسان يسجد، يطلب من الله سبحانه وتعالى مطلبين. الطلب الأول: اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود. الطلب الثاني: وثبت لي عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين صلوات الله عليه. قضية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بدأت بالصعوبات وبالصمود من بعض الخيرة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى، وستبقى هكذا في كل سنة. القضية الحسينية، الشعائر الحسينية تحتاج إلى ثبات، إلى صمود. تريد بدون صعوبة؟ لا تفكر أن الشعائر الحسينية تكون في يوم من الأيام بدون صعوبة، لا تفكر. قضية سيد الشهداء بدأت بالصعوبات، الصعوبات تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى صمود. سيرى جميع الخلق أي مكانة تهدى لخدام الحسين علاني. وتكون لا بصرا لغير عيوننا تلك التي كانت لزينب باكية. كل على الأكتاف ثقل ذنوبه، وتكون أكتاف الشعائر خالية. لا نخاف على الشعائر الحسينية بمقدار ذرة، الشعائر الحسينية لها من يرعاها، والذي يرعاها جعل الله سبحانه وتعالى بيده كل قدرات الكون، هو المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه،
هو الذي يرعى هذه الشعائر، لا يتمكن أحد أن يمسها، لا يتمكن أحد أن يضعفها. على مر التاريخ كلما حاول المحاولون وصنع المقتدرون أن يضعفوا، لا، أن يوقفوا صعود وانتشار هذه الشعائر، ما تمكنوا. من كل ذنب قد محت وسلاسل ذكرت جراحات السياق الحامية. تبيض كل وجوهنا ولأنها بالطين كانت للحسين ملبية، ورؤوسنا تسمو على تيجانهم قد طفرت باسم الذبيح ودامي، وكأن أقدام الرقية نادم أقدام من سارت بجمر حافية. فأنا صريع العشق يا عشق السم، وطواف صحنك يا حسين شفائي.